طلع الإشاعات أكو حروب اليوم بين لأنه بعض أكثرية المراكز يقولون إنه شلون أقول لك إنه بنية وبهالعمر وإحنا وده نتعب ونصرف بلوجر ونجيب ونسوي وهي كل هذا ما تسوي، لا اعتمدت على بلوجر ولا جبت إعلانات ولا جبت كل هاي السوالف. وأنت سويت نفسي أنا سويت نفسي بنفسي، حتى مرات يقولوا لي جيبي مشهورات حتى الصيرين، قلت لهم ما احتاج اني الحمد لله وشكرا. الماكرة الوحيده اللي يمكن حسابي 3 مليون الا يعني بمعنى انه حسابي راح يتوثق هالفتره ان شاء الله. الف الحمد لله والشكر انه الناس من حبها نهائيا. اني هذا الحساب من 2016 و15 بديت به وتعبت عليه كلش وبدون ترويج امانه، يعني كلش قليل اروج على صور المكياج. بس اني الناس تحب شغلي قد ما عندي ناس تكرهني، اجوز قليلين بس كلش هوايه ناس يحبوني. يعني انت تخيل اني اطلع بمكانات اتفاجئ من حب العالم اللي الناس تجي تاخذ صور او تجي تبوسني او تجي تحضني، افرح بهذا الشيء كلش افرح. ساره، موضوع الميك اب وعمليات التجميل مو شوفي صار شويه اوفر؟ يعني الكل صاروا يشابهون كلش. راح اقول لك سالفه. يعني أكثرية البنات هسه دا يجون مرات إحنا ما نفرق بين أشكالهم ما نعرف هاي من هي اللي هي هاي. إنه يعني مرات تجينا بنات أقولهم هاي البنية جايتني، يقولون لا مو هي. أسألها أنت فلانة تقولي لا سبب كثرة عمليات التجميل، وإحنا كنا نسويها أمانة ليش واحد إنه ينكر. بس هو صار هواية كلش والمكياج صار كلش أوفر. طبعا إحنا مشكلتنا المكياج الأوفر. طلبات كلش هواية علي. الغريب انه اليوم ضيفتي ماكيرا اصلا ومكياجك كلش بسيط. اقول لك سالفه؟ اي اصدمك بسالفه؟ انا مكيجوني ومسحت، ليش تاخرت؟ مكيجوني ومسحت المكياج وركبت بس رموش، خليت هيك حمره بسيطه وقلت ما احب المكياج. ما نوتي ماكيرا يعني؟ لا مباع، هو الجمال مو بالمكياج الهواية، بالعكس بالرقي وبالنزاكه وبالاقل. انه هواية بنات مفتهمه انه ايش قد ما تخلين تصيرين احلى، هاي الفكره كلش غلط. نشرتي لك صورة على الانستغرام بعمر 17 سنة تقريبا او 18 سنة. جرأة كانت من عندك وشكلك صراحة ما مختلف يعني للأمانة. بو انا اللي سويت اشياء مو كلش هواية، انا اللي سويته يمكن خشمي شوية فيلر هنا بس ملعب ابوتشي بس مجرد ونحت هاي السوالف تعرفها مال بعد مو فد شيء.